مشاهدينا الكرام صباح الخير لكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. تحياتنا لكم اينما كنتم حيثما وجدتم انتم كامل راكم تشوفوا في سميره تي في في هذا الصباح. نقول لكم راكم تشوفوا في سميره مورنينغ اي بيان سور، نجوزوا معكم سويعه ونص كيما لازم الحال. حاضره معايا المتالقه الكبيره صاحبه تريكو دايما ليك شولتا موزار، والله غير صافي بليز كتبني طابلو كتبني طابلو صفا الهام حاجه مليحه. صباح الخير عادل، صباح الخير كامل انتم مشاهدي قناه سميره تي في وبرنامج سميره مورنينغ اللي يجيكم كل يوم باش يجيب لكم حاجه تجدد دي زيدي دي زاستيوس وحتى دي سوجي بالك لي يهمكم ويهمونا حنا ثاني ونستفادوا كامل كيف كيف. اكزاكتومون على حسب المعلومات اللي عندي واش لحقني لكم معلومات، يعني راكي اصورتي مع المحبس اللي راهم عندنا منه. عبالك عبالك سي غا وين لانيماتور ولا لانيماتريس يكونوا اصورتي مع لا ديكو. عبالك نسى تحيروني انتوما كيفاش تلقاو واحد ريبونس يعني الله يبارك صافي بليزير. الو يلا تحياتنا لكم انتوما كامل اللي راكم تشوفوا فينا في ديوركم، راكم بالك قاعدين في الدار ما تخدموش دونك عبالك الخدمه تاع الدار دي فوا اكثر من الخدمه تاع برا. نقول لكم كامل بون كوراج الامهات ولي مامون نسى كامل قاعدين في الدار وراهم يوجدوا دوكا الفطور يوجدوا دوكا كي يجيو الدراري على 12 خدمه يا ودي خدمه بعد المياناج. وتحياتنا كامل دوك لي مانياك اللي ما يحبوا كلش بلاصتهم جينيرالمون برسك كاع لي فام الجيريان مانياك. ما تجوزش ما تعفسش ما ديرش ما معليش فيها خير فيها خير. سينو نقولوا صباح الخير كامل طاقم الحصه لو حاضر معنا وراء لي كاميرا وتحت في لاريجي. تحياتنا لكم صباح الخير عليكم وبون كوراج اي بيان سور اللي راهم حاضرين معنا في البلاطو صاحبه البيرو صاحبه البيرو الواعر. صباح الخير صباح لاباس صباح الخير نزكم كرسيه بيان سور مرحبا بك بعقلك بيان سور بيان جارونج ما شو سافا واش راكم؟ ولا غير بيان ودي لاباسكم لاباس الحمد لله الحمد لله نطي اليوم شويه شويه نون سافا اوكي بيان لا فان دو لا سمان اه وي صح يوم الخميس وي والله اليوم الخميس وي لا فان دو لا سمان ومازالنا بلي زاتوليي في القصر الثقافة دونك شي مولو مولو دونك جيماجيك كي من ايام بتروحي قصر الثقافة ديريكتومون تما فوالا توت لا جورني وسافا ساسباس بيان كلش بيان سافا وي ولي زاتوليي تاعنا ساسباس تخي بيان مليحة مليحة الحمد لله وصافي بليزير. سينو واش عندنا اليوم في هاد الصبيحة واش حن ان شاء الله حنديروا مع بعض ان جولي بوتي ميروار ان تي بو دون لارابيسك هكا مليحة هذا الهام جاب البيت حقو في دخلة الدار لا عند الباب عند الباب حق عند الباب جوز عند الباب باش تقدر تشوف روحها يعني درت البابي باش ما يبانش المرايا حبيت تشري هكذا 2500 تكملوا 4800 خلي هكا امان صاي سي بون جي فيني جو بارتي بيان سور روحي امان نتلاقاو مع امان ان شاء الله في لا روبريك تاعها فن وابداع ومن بعد شويه في الدوزيام بارتي باش تورينا كيفاش نخدموا البريكولي وفي الدار لي زيدي ولي زاستيوس عند امان بيان سور وانا لي بري بيان سور المشاريع نتايا الفاشله اللي مازال انا ما بدات اكزاكتومون جامي درنا مشروع ابار فنيه المشروع ما باش يشفوا عليه بالك ما كنتوا فينا تشوفوا الكادر الصغير هذاك اني نجيب لكم تصويره راه معلق محطوط الله الله لازم خوه دوكا لازم خاوتو انا نسنى وخوه كبير انا نسنى وخوه كبير سوسطاني انا نسنى كاع عائلتو انا موجد لهم الفطور العشاء نسنى برك اما شات بعثهم لي كادر لي السمانه الجايه ان شاء الله جي كومونسي لي باذن الله انا قريب يخلص لي الكراويه مازال ما درتليش حفرت هنا سي بون يلا نروحوا جالي من هيك الكوزينه يعني الطابله الواعره ثاني صباح الخير ايمن صباح الخير عادل صباح الخير الهام صافا لاباس الحمد لله يا ربي صباح الخير على كامل مشاهدينا الكرام عندنا بزاف ما شفناكش وي كنت غايب شويه عاود وليت للساحه الفنيه حبيبي ما نقدرلكش ارتيست ارتيست ولا هذا يهضر واش عندنا في هذه الصبيحه ايمن الوغ في هذه الصبيحه كما قلت لهم من قبيله بعد ما غلقوا ترند الهندي جبت لكم ترند جديد لمشاهدينا الكرام يهضر واحد ترند على بالي لازم كامل تسيون توليكا هاد الشوكولا اللي راهي ليك دايره حاله بزاف والحاجه المليحه جبت لكم طريقه سهله سريعه التحضير دونك ما نطولوش عليكم. الحاجه الاولى واش عندي كريمه الفستق اللي هو البيستاش يكون مرحي يعني هو لا باس تاع لا روسيت عندنا لا فيتين على بالكم هذا الترند كاين اللي يديروا بالقطايف وكاين اللي يديروا بلا فيتين وهنا الاذواق اكيد تبقى اختياري كل واحد واش يحب يدير انا خيرت باش ندير لا فيتين ولا فيتين تاعي عندي زوج انواع هذه هي بذوق الشوكولاك شغل عندي هنا كيف كيف البيستاش البيستاش كاين اللي يحب يرحي وكاين اللي يحب يخلي حب انا نحب نديرو دائما هكا باش كي ناكل الشوكولا تاعي نحس بذوق البيستاش عندي كيف كيف الجبن الكريمي اللي هو الماسكاربون هنايا عندي 100 غرام كريمه الفستق وعندي 50 غرام ماسكاربون واش راح ندير راح نخلط المكونات تاعي مليح بالباتور بعدها نضيف لها لافيتين ونضيف لها هاد البيستاش يعني هاد الترند هذا واش فيها ربع مكونات فقط من بعد واش ندير نجيبو لي بواط هذوما تاعنا ترونسبارونت راهم اللي كيتباعوا في المحلات ندير الطبقه الاولى تاع الشوكولا من بعد نخليها تبرد لي بعد ما تبرد ندير هذيك الكريمه تاعي ونزيد ندير الطبقه الثانيه تاع الشوكولا تاعنا والتزيين من فوق يبقى اختياري عفوا وهذه هي
النتيجه النهائيه تاع هذا الترند تاع نهار اليوم تاع هذه الصبيحه، نتمنى ان شاء الله تجربوه وتبعثوا لنا كامل تطبيقاتكم. فوالا هذه هي النتيجه تاعنا تاع نهار اليوم. والحاجه المليحه ما تشرو مول ما والو، يعني بهاد لي بواط ترونسبارون تباعوا 500 برك هذا ما كان وانتم فريتوها. فوالا تلقاو الشوكولا تاعكم محشيه وبنينه، واش راح نقول لكم، جربوه وبعثوا لي تطبيقاتكم. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو شيف ايمن. يعني تقدروا تلاقاو من بعد في الدوزيام بارتي باش يمد لنا الروسيت تاع الفطور. حبيبي ما قدرلكش انا بلي زاستيس اللي واعرين هذا والله العظيم. وزيد لا بروجي فون ما زيدش قلت باع 500 باش يشريوها علينا، نبيعوها 1500 احنا. اكزاكتومون كوميرس كالعاده. ما تعرف طيب ما تعرفش ما تعرفش تلخصها. ميرسي بوكو ايمن يعطيك الصحه. الله يسلمك يا درا. صافا صافا ولا غير لاباس الحمد لله. حاد قبل ما ولا غير صافا صافا وانتم كاع لاباس ولا غير مليح. تحياتنا لمرتي اليوم نوضتني صباح درت لي قهوه صافي بليزير. هذا بزاف ما درتهاش ملي تزوجنا سبحان الله. اي با برافو برافو تحياتنا ليها. ايوا وين نروحوا؟ قبل ما نروحوا عاد لا روبريك تاعنا تاع سبور اليوم، اليوم العالمي لمرضى السيلياك، دونك الناس اللي ما تاكلش الجلوتان، دونك هذا اليوم العالمي داروا خاصة للتوعية من هذه المشاكل الهضمية، دونك وحنا السوجي كنا حكينا عليه ديجا عاد في المورنينغ، دونك اليوم اليوم العالمي لمرضى السيلياك. وحنا نقولوا ثاني بالشفاء لكم من الناس اللي راهم مرض، وكم من الناس اللي راهم يشوفوا فينا بالك من المستشفيات، ولا يشوفوا فينا من ديورهم راهم عيانين شوية ولا عندهم كاش مرض، نقول لهم ربي يجيب لكم الشفاء إن شاء الله، وكامل راكم تشوفوا فينا قولوا امين هكذايا بالك كي ندعيو كامل ربي يستجيب ان شاء الله ان شاء الله الشفاء العاجل ان شاء الله. يلا ان شاء الله. وكاينه حاجه واحده اخرى قبل ما نروحوا المعلومات انا ندوهم ليش المعلومات قبل ما نروحوا لك. كاينه اليوم لوفيرتور تاع المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونيه، وراح يكون راح تكون الصين ضيف شرف هذا المهرجان اللي راح يكون من لو 16 حتى لو 22 مي بالاوبرا دار الاوبرا. بس في بليزير تحياتنا للناس كامل يعني تاع الصين راهم يشوفوا فينا في هذه الصباحه. روح روح خلاص قدرت روح سي بون نكملوا. يلا نروحوا ديريكتوم دوكا للرياضه، سينو لازم نبوسيوكم شويه نموتيفيوكم نموتيفي روحتينا باش نديروا شويه رياضه. ولكن اليوم على حسب اسماء واش هضرت دوكا فلوريات سبحان الله سمعتيها. اليوم ما نديروش رياضه رياضه، نديروا اليوغا اليوم ريلاكساسيون. يلا ليكيب نروحوا نديروا اليوغا ونعاودوا نتلاقوا. يلا صباح الخير مشاهدي قناة سميرة تي في، ومرحبا بكم في فوتغ روبريك بيانتر يوغا مع نسرين. أنا نسرين واليوم جبت لكم أن إكزارسيس دو ريسبيراسيون، تمرين للتنفس، وهو سي أن إكزارسيس دينيسياسيون اللي به نبداو نقدروا نديروا اليوغا ولا كاع لي إكزارسيس دو ريسبيراسيون أون جينيرال. سا سابيل تو سامبلومون لا كونسيونس دو سوفل، الوعي بالتنفس. لازم نعرفوا باللي التنفس ما لازمش نخمو باش نديروه، نقدر نتنفس وانا راقد، نقدر نتنفس وانا نسوق، نقدر نتنفس وانا ندير حاجه واحده اخرى، مي لو فات دون بروندر كونسيونس كي نولي واعي باللي راني نتنفس سا فيان اكتيفي ان اوتر سيستيم في لو سيرفو تاعنا سكون ابل لو سيستيم باراسيمباتيك. ما لازمش نفهمو كاع هذوما باش نكونوا عندنا لي بيان في تاع ليكزارسيس دو ريسبيراسيون. واش لازم لنا؟ والو، اون بوزيسيون كونفورتابل، نقدر نبدا هكا قاعد برجليا مربعين ولا فوق كرسي، ولا نقدر ما نديرو وانا مكسل. دونك جو برون اون بوزيسيون، نقعد كيفاش نحس روحي مرتاح. اي انا نحب نغلق عينيا هكاك ندخلو لداخل، سافا ايليميني لي ديستراكسيون، ما كاش كاش حاجه لافته للانتباه. ومن بعد نحط يديا سوا فوق لي جنو ولا فوق كرشي الى مكسل. اي كيما ما عارفين نديرو في لي زيكزارسيس دو ريسبيراسيون، اون فوا في اون بوزيسيون كونفورتابل نسقم روحي، رجليا كتفيا ظهري، نرخي فمي، اون فيان اتيري كاع لاتونسيون تاعنا لنيفي فيغ لو ني لونتخي دار منين يدخل الهواء. يا ابخي اون فوا هنايا اذا راني قاعد نجي نحط يدي اليمنى على كرشي واليد اليسرى فوق لابواترين. هنا نيماجينيو بلي عندنا ان بالون في لو فونتر كي شغل عندي نبوله. ابخي في لانسبيراسيون ندخل الهواء نجي نفخ النبوله لي في كرشي، اي اكسبيراسيون خرج الهواء نطلق الهواء. Je relâche le ballon, je relâche la poitrine. Et on va refaire ça quelques fois. Donc, inspiration, je gonfle le ballon. Et expiration, je le relâche.
une autre fois comme ça. دخل الهواء نفخ كرشي نفخ البوله اللي راهي في كرشي مو جامي بيان ايماجيني وين ا شاك فوان سي ندخل الهواء اكثر ابري اكسبير جو لو ريلاش و في سا كلك فوا اون فوا يكون عندي لو موفمون في كرشي نقدر جو ريلاش لي مان نحطهم فوق لي جنو ولا قدامي Et on a remarqué qu'il fait le fait de prendre conscience du souffle, ça vient calmer le mental. C'est un exercice à faire qu'il avant de prendre une décision ou là, quand on est en train de subir un stress, il est toujours bon d'arrêter un petit instant. Oui, je prends conscience de mon souffle, une inspiration par le nez et expiration, je relâche. C'est aussi un rappel qu'on est là. انا تاني جا نبخوندغ ان انستون دو غراتيتود جست لحظه امتنان وين نعاودو نتفكرو بلي هاد لو سوف سي ان سينيو دو في كو ميم سي ان سمومون بالك سي اون سيتواسيون ستريسونت ولا حاجه ما راهيش كيما راني حاب سان رابيل كو تو فا بيان كو الحياه تستمر اي بي سي فوكاليزي اوسي سور سكي فا سور سكوا اون ا كونترول سور سو انا نخليكم هنايا نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في عدد واحد آخر مع يوغا مع نسرين ديسي لا أتخي بيانتو أتهلا عودة لكم مشاهدينا في شكتك عبرت لكم من كوسو غريا داني رسولتونت أوكي بازي يلا كنت بيع يلا عاود لكم مشاهدينا بعد هاد لا سيونس تاع اليوغا عادل كيفاش راك تحس روحك هباك اليوغا سي ان نوغ لازم الواحد برك يتفهمو يتفهم لي ديتاي ديالو باسكو دي فوا حنا نتقعدو نقولو بلي اليوغا اش هي اليوغا مي شنو بالك الانسان اللي يحب يريح مع روحو يريح مع نفسه بلي حد يدير اليوغا دونك نيماجيني كاش وحده يشوف فينا في الدار حطت الباس البيدون والنشاف وقعدت تفوق تحياتنا لكم دارت اليوغا هذوك ديروا سبور يا جماعه الخير سواء يوغا ولا اي حاجه يعني ان ديسيبلين تقدر تخرج لكم هذيك النيجاتيفيتي المشاعر السلبيه اكزاكتومون هذو ما كامل مليح لكم يعني باش تخرجوهم يا جماعه الخير واليوم حنريحوا يعني في المشاعر المشاعر والسلبيه اون بلوس فوالا وي يلا واش عندنا دونك نروحوا لفقرة سيلف ديفلوبمنت مع لا بسيكولوج اللي والفتوها كامل وميم كي تعيطوا تحوسوا عليها دونك سميرة عندها لي فون لهنا والله لي فون لهنا قالت ماما ما يعيطوا لها يقول لها وين راكي علاش ما كيش جوتي يلا دونك سميرة عيد خليفة حاضرة معنا ونروحوا نديكوفريو لو سيجي تاعها بعد الجينجل يلا مدام سميرة عيد خليفة صباح الخير صباح النور صباح الخير عليكم صباح الربح والبركه والرزق العوافير ان شاء الله يا ربي لينا وليكم ان شاء الله شوف الدعوي مع الصباح خير من اليوغا سويت تاع اليوغا مرحبا بك صافي واحد سمانه ونص زوج سمانات ما اي ابارامون نورمال على حسب المشاهدين هكا يقولوا هم يحسبوا لك هم يحسبوا فوالا اكزاكتو مرحبا بك اليوم مشاهدينا الكرام ولا كنت تشوفوا باللي يعني الهام راهي اسورتي مع المحبس اللي راهو لهيكا عندنا امال راهي اسورتي مع هذه المخده وعندنا مدام سميره راهي اصورتي مع هذا المخده ما مع الجو وبعد ان شاء الله تلاقاو مع ميمي في بي بيوتي راهي اصورتي مع الفوتاي هذه هي دونك اليوم جاو سبيسيالمون على الديكور تاعنا صافي بليزير الحمد لله خيرتي على حسب المخده ولا جات زهر نورمالمون حسبت لا 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 عمرك تمشى عمرك تمشى زهر زهر وهنا اسماء تدخل بي تدخل يعني كبير قالت لي وانت راك تشبه الاكواريوم تحياتي فوالا فوالا ميرسي بزاف يلا نروحوا للموضوع تاعنا تاع نهار اليوم يعني نهضروا على المختص يعني التعامل المختص مع المشاعر السلبيه للشخص اكزاكتلي لازم نفهموا شنو المشاعر السلبيه شكون هما وشكون هو المختص وكيفاش نتعاملوا معها بيان سور اكزاكتومون هي في اول الامور لازم المشاهدين نبسطوا لهم ونشرحوا لهم يعني نحاولوا قدر المستطاع باش توصل لهم المعلومه بطريقه يعني سهله ومرنه ان شاء الله ان شاء الله احنا المختص كي نقولوا التعامل تاع المختص احنا مالفين اون سادغيس او بارون نهار اللي يكون عندنا حصه اللي يعني فريمون ارشاد وتوجيه للاولياء نوضحوا الاولياء الان سي بوكو بلوس للمختص
يقدر يكون مختص نفسي بيداغوجي اورطوفوني بسيكوموتريسيان وميم تاني اللي يدخلوا معنا لي زيدوكاتور يقدر يكون مربي المعلم المستشار التربوي في المدرسه هذه كاع ليكيب بلي ديسيبلينير اللي تهتم بالطفل ولا تهتم بالمراهق وميم كي نهضروا على المشاعر السلبيه هي تخص الطفل والمراهق وميم لا بيرسون ادولت باسكو الا ما تعالجتش في الصغر اوتوماتيكمون راه رايحه سا غوفليت ابخي اون فالا فواغ اوتون كون بيرسون ادولت في الكومبورتمون بالك فوالا في الكومبورتمون في المعاملات في العلاقات سورتو العلاقات الانسانيه احنا باش نبصوا باسكو سي تري 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 فاست احنا نروحوا لها بالعقل بالعقل اون فا سو كونسونتري بوكو بلوس على العلاقات الانسانيه والمعاملات في البيئه في المجتمع والتفاعل الاجتماعي فيما بعضنا كيفاش نكسر هادوك المشاعر ولا الاحاسيس السلبيه صح نبداو قبل بالاحاسيس السلبيه والمشاعر السلبيه كيفاش يجيونا من واش نحسوهم تري بيان دوك حنا وضحنا باللي التعامل تاع المختص شكون يكون ووين يكون وكيفاش راح نزيدو نوضحوا اكثر نروحوا للجزء الثاني من العنوان اللي هو المشاعر ولا الاحاسيس السلبيه كي نقول حنا ما نحبوش نبداو النهار بالامور السلبيه مي نو حنا سي با لو بي تاعنا حنا رايحين نوضحوا كيفاش هاد لو بروبليم ولا هاد لي لاكون كيما نقولوا اللي رانا نعيشوا بها كيفاش نصلحوها ونرجعوها ايجابيه داكو وكيفاش نرجعوها نتعايشوا معاها بطريقه مرنه دوك انا باش يفهموني مليح المشاهدين المشاعر السلبيه ولا الاحاسيس السلبيه هي لي بتي بوين فابل اللي نعيشوا بهم اللي نكونوا عندنا من الصغر هذاك لو بتي بوين فابل اللي لو كان زعما يفيقوا لك يولوا غير يعبزوا يستعملوه وكل ما يعبزوا كل ما يكبر كل ما يعبزوا كل ما يتضخم كل ما ياثر على شخصيه ولا نفسيه الطفل ومن بعد ايماجيني كو اون في افيك اون في افيك نكبروا تولي لنا ومن بعد خلاص تولي مساحه دائره وحنا رانا لداخل فيها منغلقين عليها محصورين وما كاش كيفاه نتطوروا اكزاكتلي لا سي تري 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 ديفيسيل حنا باش نحوسوا على تطوير الذات ونحوسوا على الوعي ونحوسوا على كما يقولوا الانرجي بوزيتيف والمرونه في التعامل مع الاشياء مع الابتلاءات مع الشخصيات الاخرين مشاكل الدنيا ابتلاءات هذه هي كيفاش نكسر هذوك المشاكل بادو المشاعر السلبيه كيجيني ان اونفون نبداو بالطفل هي نفس المعامله نفس باسكو كي تبدا تخدم مع اون بيرسون ادولت عادل هي وشنو هي تعالج الطفل الداخلي اللي راهو فيه صح تولي تحوس هذا علاش راهو يدير هكا علاش راهو منغلق على هكا كيفاش عاش صغرو كيفاش كانت البيئه تاعو الو حنا نبداو من الطفل لي انا هذاك هو الحاجه لا بلوز امبورطونت عندي سي لا ميم شوز ابري افيك لادولت هذاك لونفون هذاك اللي يجيك محبط تلقى لي لونغاج تاعو ولا المفردات تاعو اللي يستعملها غير ما نعرفش ما نقدرش ما نحبش هو ماشي ما يحبش تالمو مسكين كو اي بو با كو اي نا با كونفيونس اون لوي هذاك الضعف هذاك اللي ما تعالجش واللي ركزوا بزاف عليه انت ما تعرفش انت ضعيف انت ما تقدرش انت قاعد برك لهنا انت اسكت ميم لا كومباريزون بالك كومباري واحد بدوطخ انت ما تعرفش هو يعرف انت اسكت هو يهضر في بلاستيك وهذه الحاجه نديروها بزاف ونديروها بزاف في الكوتيديان تاعنا انه مع اولادنا صغار بالعاني زعما باش يديروا هذيك الحاجه نقول لهم ما تعرفهاش دي فوا بالك نكومبليكسيو دي فوا اخطاء بلا ما نفيقوا نكبر ولادنا عليهم وي هنا راهي في الدار الاولياء انا ما نلومهمش باسكو الاولياء ما يعرفوش يغلطوا وما على بالهمش بصح كي يروح الطفل 2 ans ولا 2 ans et demi ولا 3 ans يبدا يخالط الاطفال يبدا يتعامل مع الروضات مع الجمعيات مع المؤسسات مع المدارس القرانيه وين كان الطفل حنا ما نشرطوش لازم يروح في بلاصه معينه المهم راهو يكون في وسط جماعه راهو مدمج او كاين تفاعل اجتماعي مع اقرانه تما فو فيغ تخي اتونسيون حنا سكو جي روماركي اون كلاس نعطوا الاهتمام لهذاك الطفل الممتاز لهذاك الطفل الرائع لهذاك الطفل اللي يهضر لي انا هذاك خلاص هذاك راهو صاي الحمد لله عنده كونفيونس في روحه يكمل الى كونفيونس اون لي هذاك بالك نحتاجه
ينمي لي ويحيي لي وينشط لي الجماعه. بصح هذاك الطفل المسكين اللي راهو اوفون غوتيغي وغوتيغي وما يحبش يهضر وما يقدرش، وكي تروح لعنده تلقاه يرتبك يديه يعرقه لو كو تاعو تانيك تلقاه يترعد. دي فوا نشوفوا العرق هنايا وكي يبدا يهضر يبدا ما يقدرش يخرج فوالا يبدا يبلع ومن بعد يبدا يلعب هكا يلعب حوايجو يلعب هادي هات برك إلي فيت لو كونتاكت مع لادولت ولا لو كونتاكت مع أصدقائه. انا هذاك اللي نحكمه نقدمه نوعيه نبدا نكسر في هذوك المشاعر تاع الضعف اللي عنده اكزاكتومون. دي فوا بالك نهضروا كما دائما ما نجمعوش نهضروا كالكو زعما بالك اساتذه اللي يجيبوه بالك لافون بصح يقعدوا يهضروا معاه قدام دراري صغار ويزيد يتكومبليكس اكثر. دونك هذه الحاجه اللي نورمالمون ما لازمش نديروها. حنا واش انا نقولوا؟ حنا نكسروا هذوك المشاعر السلبيه. كيفاش نكسرها؟ اي عندي اي عندي طبقه تاع مشاعر سلبيه وين ما نحكمش يدي ونكسرها. كيقول لك نكسرها سيكو نكسرها بحاجه أضخم أحسن أجمل باش هذاك الطفل هذاك يفتح لي عينيه يشوف كاين دي شوز بلو بو. علاش راك مبازيلي على ما نعرفش؟ شوف نعرف نقدر باسكو هي جينيرالمون لي زونفون كاع يبداوها بالبكا يبدا يبكي يبكي. اون لو كالم دابور اون لو كالم نعنقوه نحضنوه باسكو الاحتضان راهو يعطي يعني اطمئنان بالك فوالا يمدلك الاحتكاك هذاك يخلي لا كونفيونس دوك بيناتنا. عادل انت مع وليدك كحلة انا وياه بالي يعني عارفه نشوف فيك واش نكون دايرين. الله يبارك ما شاء الله يسلمك الله يسلمك. كي تكون انت عيان انا انا مع ولادي نستعملها بالبزاف. كي نكون عيان محبط ندخل للدار غير تحطو عندك تحكم وليدك وتعنقو تحس بهذيك واحد الحاجه. انا ندير دي ستوري العشيه كي ندخل من الدار نضرب جورنيه كومبلي برا ندير اون ستوري دائما مكسل معاه نبانو هكذايا وندير باتيري ريشارجومون يعني نعاود نشارجا. صح وعباك وتحسها تحسها بواحد واحد العاطفه واحد الطاقه ايجابيه واحد لاكونفيونس واحد لاسيغونس. انت كي تدخل للدار مهبط خلاص فاتيكي ما قادر دير والو بصح سي اون نوفيل جورني كي ساشاف لي لازم مسؤوليات واحد اخرين ما حين يبداو. انت تشوف في ولادك تشوف في دارك تشوف باللي يلا هيا نوضو هيا خلونا اون سو غولاف نعاودو نولو. هذه هي دوك تحكم هذاك الطفل هذاك اللي راهو يبكي راهو مسكين في دمار خلاص احكمو احضنو يعاود ديجا il va sentir de l'amen راهو حاب عارف باللي il est bien entouré. يعطيك صحة وماشي واحد بركا ماشي اون بيغسون الفو كو ليكيب كاع تتفاهم على هضرة واحدة باللي انت راك هنا معنا ما تخافش. هذا خلعك ما يدير لك والو هذا حقرك ما يقدر يدير لك والو. الي اون دوموند باردون مع بعضنا عنقوا بعضاكم كسروا هذوك المشاعر السلبية. دوكا انا قلت لك لي بارون ما نلومهمش مي ماذا بيا انا المختصين والمربيين يوصلوا هذه المعلومات للاولياء قولوا لهم يا ودي اون ا ديكوفير باللي هذا الطفل هذا شويه محبط شويه منطوي شويه الطاقه تاعو راهي هابطه شارجيوها له طلعوها له يخدموا مع بعضهم مع الاولياء يلا شجعوه. مثلا لو البارح عندي انا فون ايبر اكتيف بسلمته ربي يحفظه خفيف خفيف مي شاطر غاست كل شاطر الي ايفيي. جا بابا يديه قال لي كاش قباحه؟ لا لا ما كاش قباح باسكو الطفل كان ما كاش قباحه. قلت له فلان بالاسم تاعو الشاطر بابا بدا يغزر فيا كا. قلت له افكارنا واقعنا اهدر اهدر افكار ايجابيه. الطفل بدا يضحك تي تو كونتون. دوك انا هو قبيح انا على بالي بلي قبيح اون فابا لو شونجي ربي خلقو هكذاك شخصيتو على هذاك النمط. صح فهموا بلي معليش راك صح انت تقدر تكون شاطر وتقدر تكون عاقل وتقدر تكون مميز ونشكروك خلي نبدلوها نكسروها تعطينا ان شاء الله باسكو راهم صغار يكبروا يتبدلوا. وكاين نقطة ثانية جد مهمة هذا ينهضر على لونفون ايبر اكتيف وتلقاه شاطر ما تخافش عليه يكبر ان شاء الله يستعقل يكبر عقله. بصح كاين هذاك الطفل اللي قدراته ضعيفه ربي يخلي على بالنا بلي حنا قدرات عقليه ربي خلقو في مي اسكو كاسيون ابوزي اسكو هذاك لونفون اللي دوكا راني نقول عليه ضعيف اسكو كي يكبر حيقعد ضعيف؟ يقدر يقعد ضعيف جبير ربي احنا ماذا بينا ما يقعدش ضعيف وي على بالك يقدر هو يكون ضعيف لو كان ما يتبعش يقدر باسكو حطموه وي باسكو ما لقاش الدعم ما لقاش اللي يشجعوه ما لقاش اللي ينمي
هذاك الضعف تاعو، باسكو سي با بوسيبل. ربي كاع خلقنا بعقل، وربي اذا خلق يعني اذا اعطى ادهش. ربي سبحانه ما يمدش حاجه يعني عوجه، ولا ما يخلقش حاجه معوجه، امبوسيبل. تسمى هذاك الضعف هذاك احنا علينا نمنيوه. ويا ما عادل يا ما اطفال كنا نشفي لهم في البريمير الضعيف يقرا ديفيسيلمون، بعد ان مومون دوني تلقاه في الجامعه ويقرا مليح وينجح. يجي ان مومون ان سارتان اج وين يكون لو ديكليك. هذاك لو ديكليك هذاك باش ينطلق لازم ننموه، لازم نسقوه، نغرسوه، نعمروه. دير كانه راهي علبه وراني نحط فيها غير لي شوز بوزيتيف. هو راه فارغ، معليش ربي خلقو فارغ ما يعرف والو. يا سيدي جو سوي داكور، صح انا نعمرو، نعاونو نساعدو حتى وين ينطلق، وتلقاه بالك يجتهد على نفسه خير من هذاك المتميز. باسكو عطينا هذيك لا كونفيونس. اكزاكتومون. سينو مدام سميرة عندنا مكالمة فيها تصبيحة نروحو نحكموها. صباح الخير. صباح الخير. صافا لاباس بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. بزاف. الله يحفظك. الله يحفظك ما شاء الله. الله يسلمك. احسن انها تحكي على الاولاد. يا واش شكون معنا الاسم الكريم؟ كريمه. كريمه من سكيكده. تحياتنا ليك وناس سكيكده، نسلموا عليهم بزاف بزاف في هذه الصباحه. عندك سؤال للمختصه كريمه؟ نعم. عندي سؤال على ولدي. انا شغل عايشة، عندي شوية مشاكل في نقول الحياة الزوجية، دايما كاين فيها المشاكل. هو الكبير عندي، أنا كنت دايما نعصب عليه، نضر عليه، شغل داير ما شغل إنسان كما نقولوا صافي حوايج، ما قدرتش. خرجتي زعاف، خرجتي زعاف. شغل كما نقولوا زعاف الدار رجعتوا فيه هو. داكور. نقول مش طفل، نقول ماشي واحد طفل جايح ولا مش قاري ولا صح. انا ما عندي، كنت ما عنديش هذيك النقطه كي يجي ويقول يا ماما ما درتش هذه كما، ولا كنت كي يجي يقول هاي ديرت من دار الخير ونزعت عليه ونهاوش عليه. والله برك شغل انه تحكي على انه ما يحبش ينخالط، ما نحاول اننا شغل زعما برك نحاول سنين. دوك شحال في عمره؟ شحال في عمره دوكا؟ والله 10 سنين. 10 سنين ومازال راهو كرهوك مازال شغل حياتهم راهو في بلاصه. والله شغل نحس فيه كل ما هو يزيد يهبط اكثر من اكثر. انا شغل الاب نتاعو ما مش انسان ما عندوش معامله مع دوك نشوفوا مع مدام سميره وان شاء الله نمدوا لك بالك طريقه كيفاش تعاملي ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو مدام، ربي يخليك. ميرسي. عيشكم على خير. صحتي. صحتي. الو ما سمعتيش؟ سمعتي المكالمه؟ سمعتيها شويه. صحه. تقول لك باللي هي عندها شويه مشاكل مع الزوج تاعها، دونك اشاك فوا كانوا كاين مشاكل زعف تاعها تخرجوا في الطفل ملي هو صغير. اي افيك لو طون دا يكبر في عمره 10 سنين اليوم، راهو شغل منطوي مخبي، ما يكومينيكيش بزاف، ما يهدرش بزاف. وهي راهي تشوف باللي علامت روحها ثاني باللي لافوت ديالها. دوكا كيفاش بالك نقدروا نصحوا؟ يدير ثاني كو قالت لك باباه ما عندوش معامله معاه، فوالا دونك ما عندوش علاقه معاه. سي تري امبورتون. شوفوا الاطفال لوغ بروميي موند شكون؟ سي لي بابا اي لا مامون، سي لي بارون. لو موند دي بارون فافير ان سوجي برب ان شاء الله تاع لو موند تاع أولياء مع الطفل كيحل عينيه. الطفل كيحل عينيه شكون حيصيب؟ حيصيب الاب والام. هو ماذا به مسكين جا لهاد الدنيا هذه باش يلقى اللي ساندو اللي كتفو. اجمل فوالا، اجمل الاشياء واجمل الامور. هي الله يهدي ان شاء الله كاع الاولياء. عندنا توجور سوا لو بابا سوا لا مامون سوا لي دو، وكاين اولياء ما شاء الله يعني الله يبارك عليهم. هي العلاقه ما بين الاب والطفل جد 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 مهمه. جد مهمه. قد ما نقول انا لازم تكون صارم وتكون قبيح مع وليدك، قد ما لازم تكون صاحبه، لازم تكون صاحبه، لازم تحاسنه، لازم تعرف له. ميم هاد الامور هادو اللي رانا نحكوا حنا عليهم تاع نقاط الضعف واللي بليسور هادو اللي هم يعيشوهم، انا ماذا بيا يكتشفوهم الاولياء
قبل المختصين. بصح كاين دي فوا مدام وين الله غالب. الله غالب فوالا حنا وناتي من ديبي الله غالب ما نلوموش لي بارون بالك سي با لوغ دومين بالك عن جهل بالك عن سهو الله غالب بالك باسي بالك باسي فوالا ظروف معيشيه على بالنا باللي الدنيا ما راهيش سهله دوك هي لا مامون الله يبارك الحمد لله نقول لها باللي راهو عندك كما يقولوا عرصه مليحه اللي تشدي فيها سيكون عندك سبب وعلاش وليدك راهو هكا كي نطرح سؤال انا كي نبدا نخدم مع طفل نطرح بزاف لماذا اين كيف نطرح بزاف اسئله هي لماذا اول سؤال لماذا راهو على بالك علاش تسمى المشكل عائلي راهو اسري في المنزل الحاجه الاولى بداي صحي هذا المشكل انت في عود ما تلومي نفسك تقدريش تلومي نفسك باسكو تزيدي تاغرافي لا سيتيواسيون اللوم فوالا هاي رايحه تزيد تدمر روحها نفسيتها وتدمر وليدها اكثر في اكثر انت تسامحي مع نفسك وطلبي سمح منه وحيل عنده جوزي وقتك انك يا وليدي اسمح لي يا وليدي وضحي له باللي سيتي بلو فور كو فو الله غالب شغل ظروف ما قدرت ما عرفت اسمح لي اطلبي سمح منه شوف التسامح يؤدي الى التشافي مع طول الكبير والصغير كبير والصغير ما في والو نغلط نطلب سمح وكونتخير انت تريح وهو يحسن العلاقه معك هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه حاولي ديري علاقه عاطفيه بينك وبين راجلك لازم تصحي العلاقه بينك وبين راجلك مي على حسب واش كتهضر سي ان بو ديفيسيل مادام في عمره 10 سنين طفل مازال ما تريقلاتش هذه الحكايه معناتها صعيبه شويه اون دي جامي جامي لا لا ما نقولوش جامي ولكن على بالنا رانا جزائريين ونتفاهموا باسكو كاين دي فامي اللي ضربوا حياتهم كامل وعندهم مشاكل في المنزل هي تحاول كيفاش بكل الطرق تصحح العلاقه بينها وبين زوجها إلا ما قدرتش على بالي التعامل مع العقول الصخريه إلا ما قدرتش يا سيدي تعوض سي كيفاش تعوض هذاك الطفل هذاك بعلاقه حميميه باسكو راهو لو بلوز امبورطون راهو عندها السؤال راهو عندها تقدر هي توفر لوليدها واش حرماته منه اكزاكتومون اكزاكتومون حنا نقولوا سينو لازم ثاني تروح تشوف اخصائي اللي بالك يقيديهم يفوت توجور كونسلتي هذه في الدار واش تقدر تعاون يفوت توجور كونسلتي باش ميم اخصائي يعاونها هي ويعاون يعطيها دي واليوم قبل غدوه اليوم قبل غدوه باسكو قد ما تطول قد ما جو ديتيكت هذاك لو بروبليم توت سويت نروح نجري عليه توت سويت وي يعطيك الصحه مدام سميره اي خليفه اخصائيه نفسانيه دونك نعاودوا نذكروا برك الناس اللي حابه تسقسي ولا حابه تجي وين 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 نلقاوكم لادغيس تاعنا سي باب الزوار سوغي كالدوزي 3 لاباج تاعنا لو ديفي دي بوتي مي الاغلبيه سورتو صحاب اور ولايه راهم يراسلوني على الصفحه الخاصه تاعي سميره خليفه مرحبا بهم افيك ان كغون بليزير صافي بليزير والبليزير لينا كي تكوني معنا وان شاء الله نعاودوا نوليو بالك نزيدو نكملوا في هذا الموضوع ونفتحوا مواضيع اخرى ان شاء الله هالموضوع ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك ميرسي بوكو شكرا لك ثاني ميرسي عادل صح يلا نخرجوا اول فاصل سبحان الله اول فاصل اول فاصل ايماجين ثاني فاصل ثاني فاصل يلا فاصل وانا فاصل يلا رجعنا لكم مشاهدينا في لا دوزيام بارتي تاع ليميسيون عاد كان شتني كيف دينا على بالي شفتك كانت كنت شايد كانت يعني مورنينغ سميرة فوالا نورمال سا اريف عاود لكم قلنا في لا دوزيام بارتي اللي توجور ندوزوها مع لي روبريكور اديو لنا نشوفوا واش وجدوا لنا واش جابوا لنا واش سي كوا لي زاستوس اكزاكتومون نبداو بالشيف ايمن اللي حاضر معنا نروحوا نشوفوا الفطور تاع النهار اليوم يا درا واش وجد لنا مور هذا الفاصل الكرام مرحبا بكم من جديد في فقرتنا تاع الفطور اللي تعودتوا عليها دائما كما عودتكم دائما نجيب لكم حاجات خفيفه المورنينغ تاعنا اليوم خيرت باش ندير معكم سلطه مشكله اللي راح يكون مرافقها ماريني يعني صلصه خفيفه كيف كيف عندي هنايا خضره صوتي وعندي الارز بون لا باس تاع لا روسيت انا كنت فورت زروديه البطاطا والكورجات هادو اللي راح يكونوا حاضرين في المارينات تاعنا عندي هنايا كيف كيف الزر تاع الدجاج كنت قطعته راح نرافقه بصلصه بزاف سهله اللي فيها علبه ياغورت طبيعي مورفة تاع الخل عندي هنايا شويه تاع الهريسه ما تكثرش بزاف هكا باش تعطينا الجو عندي بودره الثوم عندنا لا موطارد وعندي رشه تاع الملح عندي كيف كيف فلفل الكحل وشويه فلفل حمار هذه فيما يخص الصلصه تاعنا راهي ليك بزاف سهله دونك الناس اللي تحوس
على تتبيله خفيفه وما تشدش الوقت عليكم وعلى هديه. فوالا عندي مغرفه كما قلت لكم ياغورت طبيعي. عباكم بلي الياغورت حيعطي لكم بزاف شباب. عندي مغرفه تاع الخل تكثروش بزاف. عندي هنايا مغرفه صغيره من الهريسه. انا الهريسه علاش نحب نديرها باسكو تعطي لي الجو، يعني تحسوا الذوق تاع الحرور في لامارينا تاعكم. عندي هنايا بودره الثوم فوالا ما نكثروش بزاف. عندي مغرفه صغيره تاع لاموطارد فوالا. وعندي كيف كيف هنا رشه تاع الملح. نضيف شويه فلفل الكحل ونزيد شويه فلفل حمر فوالا. هذه فيما يخص الصلصه تاعنا، ونزيد لها شويه تاع الزيت. هني صلصه سهله خفيفه. دونك واش راح ندير انا هنايا، نتبل هذيك لامارينا تاعي ونديرها هنايا في المقله تاعنا. بعد ما يطيب لنا هذوك المشاوي تاعنا راح ندير هذيك الخضره صوتي تاعي في المقله تاعنا. دونك حاجه راهي ليك بزاف سهله وخفيفه، نحطوهم من جهه. اما الوصفه الثانيه اللي خيرتها لكم نهار اليوم اللي هو متبل الباذنجان، وصفه بزاف سهله. عندي كيما يقول لك خطا الباذنجان ما حبيتش نحفظ الكلمه فوالا. الهام صباحي تصحح لي، تقول لي يا ايمن الباذنجان الباذنجان شت فوالا. دونك واش عندي هنايا، حكمت زوج حبات تاع الباذنجان تاعنا، شويتهم فوالا. نضيف لهم هنايا زوج علب ياغورت طبيعي. يعني وصفه بزاف سهله وخفيفه وسورتو لصحاب الريجيم. عندي شويه طحينه فوالا، نضيف عليها هنايا الماسكاربون يعطي لكم جو بزاف هايل. اللي ما عندوش يقدر يدير الفخوماج. عندي زوج سنات تاع الثوم فوالا. عندي شويه من الزيت، ونضيف عصره تاع القرص. هذه هي الوصفه تاعنا. دونك نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه، بزاف سهله خفيفه وظريفه. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. علاش حكمك الضحك؟ نقول له يشوف الضحكه هكذا على وش على الباذنجان. يعطيك الصحه هشام، ميرسي بوكو. جزاك الله بيك ان شاء الله. ومن بعد ان شاء الله في طاوله طاوله التقديم باش نشوفوا يعني المنيو تاع النهار اليوم. وراني جيعان نقول لك حاجه، راني حاسس المنيو اما ما يهمش، انا راني جيعان، راني نوض الصباح ربيش وعندي هنا كرتون في كرشي. فيها خير. افطرتي سقاويتي صباح؟ لا 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 ما نسقاهواش صباح كي نوض ديريكت، لازم نوالف باللي نط من بعد. لازم تسقاوها باش طوالو. لازم نوالف باللي نط من بعد ساعه. ايوا فوالا، من عند الشيف نروحوا ديريكتومون لي سوجي اللي تهمكم بوكو بلوز انتم نساء كرجال. ما حبوش يديروا لنا دي سوجي ومواضيع عندهم علاقه بالرجال. انا دومونديت لي بوان نوار صافي تري لونتون، واحد ما حب يهضر عليه. لا لا، كانوا دي زاستوس اللي يهموا في لي دو كوتي. لا لا، انا ما قالوليش، ما حضرتش بالك. ما قالوليش انا تاع لي بوان نوار، انا جيبوا لي تاع لي بوان نوار لي زاستوس باش نخرجوا لي بوان نوار. يلا نروحوا وين؟ نروحوا عند بي بيوتي، وراهي حاضره اليوم معنا ميمي انستيتيو دينغ دانغ دونغ. نتلاقاو بها جوست ابخي الجينجل. يلا صباح الخير ميمي. صباح الخير. لاباس؟ نسيتكش رياض، وشنو لاستوس تاعك؟ يعيطوا لي محفوظ، محفوظ بالخميس، يعيطوا لي محفوظ ماشي رياض. بالك بالجمعة، بالجمعة خالد. فوالا. تني لايف ما نقدرش نكون. ما كانش في معاك كوبي. معليش. المهم هذه هي ميمي راهي اسورتي مع الفوتاي. فوالا. ما نسيتيش لاستوس؟ ما نسيتلكش لاستوس بصح ما عجبتنيش. داكو، مازال ما خرجتيش. نسيها قبل ونقول لك، كي ما عجبتنيش ما حبيتش نجيبها لك. لا الحاجة مليحة عند ميمي انه تسيي بيان حتى تشوف بلي ريزولتا راه مليح باش تجي تبارطاجيها. والله ما عجبتنيش، قلت هذه ما تخرجش عليه. فوالا، سيرتو ما تسييش عليا. لا 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 ما نسييش. هذا واش راني نخدم بعد الوجه هذايا، وما واحد يكمل لي يدي حتى يدي لا روتريت. ربي يحفظه لك. ان شاء الله. يلا ميمي خليكم على ليزاسيس تاعك. يسلمك. صباح الخير مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ اليوم جبت لكم اون استوس، وحال نتكلموا على الشعر. الشعر سورتو اللي يكون مقصف، اللي يكون مسبوغ وناشف، اللي يكون درتي له لي ماش تاعو ولا لي البالياج وتلقايه نشف لك من التحت بدا يتكسر،
هذه الوصفه ليك، راح تولي يرجع لك خفيف، راح يعطي لك لمعان، راح تحبس لك ثاني من التقصف تاعو. الوغ واش تبعي معايا واش ديري؟ الوغ تحكمي حبه تاع بيض، حكميها كومبليت هكذايا، ديري ملعقه زيت زيتون كبيره، هكا ملعقه كبيره تاع زيت زيتون، وملعقه كبيره تاع العسل. نوضح حاجه برك، اللي عندها شعرها صفر اللي فيه ليماش ولا البالياج ما ديريش زيت زيتون، ديري زيت الخروع ولا زيت اللوز ولا حتى زيت جوز الهند، باش هذاك الاشقر اللي فيه ما يتحولش اللون تاعو. بصح اذا كان شعرك داكن ديري زيت زيتون عادي، تخلطيهم مليح هكذايا وديري في الاطراف تاعك وتقعدي به 30 دقيقه. اذا كان عندك جذور جافه ثاني تقدري ديريه من الجذور الى الاطراف، راح تشوفي باللي حيترطب لك لا فيتامين ا اللي جايه في صفار البيض، راح تعاون باش شعرك يخلف يعاود يطول لك شويه، راح يتغذي ثاني الشعره تاعك وحتحبس من هذاك التقصف وهذاك التكسر تاعو. دونك هذه الوصفه تقدري ديريها خطره في الاسبوع قبل ما تدوشي، قعدي بها 30 دقيقه ومن بعدك غسليه عادي. اذا كنتي تعاني من مشكل اخر اللي هو الشعر الباهت، يكون الشعره تاعك باهته ما تلمعش مكسره شويه، نعطيك وصفه هذه حتخلي لك شعرك حيلمع. واش ديري؟ احكمي مغرفه كبيره تاع عصير الليمون ومغرفة كبيرة تاع العسل، وديري زوج مغارف كبار تاع الماء دافي هكا. ما تنساوش الكميات اللي نعطيهم لكم على حساب طول الشعر، تسمى إذا شعرك طويل زيدي في الكمية عادي. ألوغ هذا الخليط خليه خلطي حتى يتجانس مليح مليح مليح، وديريه ثاني كماسك، مور ما ديري الشامبوان تاعك ديريه كماسك، حطيه في الاطراف، تقدري ديري حتى في الجذور عادي، ومن بعدك شليه بلا ما ديري حتى ابخي شامبوان، ولا حتشوفي بلي الشعره تاعك راح تولي تلمع كثير، راح تولي تلقايها تولي خفيفه شويه، تولي بلو سوبل، وتشوفي بلي مام الا كان شويه ناشف حطر هذاك العسل حيعاونها باش ينحي هذاك الجفاف تاع الشعره. ان شاء الله الوصفات تاع اليوم عجبوكم، ما تنساوش تسيوهم وتقولوا لي ارائكم في دينغ دانغ دونغ الانستيتيو صفحه فيسبوك ولا دينغ دانغ دونغ الانستغرام. ما تنساوش ثاني تبعثوا الاسئله في صفحه سميره تي في، راني نقراهم وعلى جالكم راني نجيب هذه الوصفات. نسلم عليكم بزاف ونقول لكم نهاركم مبروك والى الملتقى. وصحة عيدكم. صحة عيدكم. وكاجو. ميرسي ميمي. يعطيك الصحة ميمي، ميرسي بوكو. نتلاقاو بيت إن شاء الله في أستوديو جديدة. إن شاء الله. شوفي لنا تليفون نوار باسكو والله عندي مشكل. والله راني حلفت، والله راني نحوس. إن شاء الله، أباك باسكو أنا ما نبانش بلي عندي تليفون نوار، باسكو عندي ديجا نمش. مي دوكا راني نعاني. وي. والله نعاني في صمت. دوكا واش نريقلي مشكل معاك. والله العظيم يا جماعة ما تجيش. نريقلي النمش ولا لا لا نمش نمش خليهم داخلين في. لا تخدموا على بالكم يديروهم. لا لا دوريجين دوريجين. إيه إيه لا لا والله راهم يديروهم دوكا يخدموهم. سبحان الله سبحان الله. يديروا كلش الناس هذوما والله. يعطيك الصحة ميمي ميرسي بوكو. من عند بيبي وتي وين نروحوا؟ نروحوا لمولاة البيرو. لا لا البيرو الواعر يا خويا راهي بالحلال. بالجعد. شنو هذا حلال؟ كنت راح تخدم اليوم بالحلال مي بون جي شارج سبحان الله تقدر دير كالكوطه نورمال تما عندها طابلا توت اوبسيون تما الوغ نعاودوا نوليو باش نفكروا برك ولا لاحقين واش حنديروا الوغ صباح الخير انا بعثت لك جينجل خير انت ما حبيت انت واش حبيتي اوكي جينجل يلا فن وابداع مر هذا الجينجل ولا الفاصل ولا صباح الخير عليكم اعزائي المشاهدين. اليوم ان شاء الله حنديروا مع بعض هذا الميواغ موغيسك مع بعض. دونك انا كنت بديت شويه نخدم بيان سور على شاك فوا جو تريش، مي بون لازم توجور تعرفوا باللي قبل ما نبدا نخدم فوق الحاجه هكذا اللي تشرب، دونك الحطب الفخار
بابي كارتون ولا كاع لازم نبدا توجور بالجيسو. دونك الجيسو هذا هو عندكم جيسو في الاسود كيما يقدر عندكم الجيسو في الابيض لو جيسو بلون. علاه ندير جيسو؟ باسكو جيسو سي ان اندوي يونيفرسال. لاندوي هذا اللي نبدا جو بريبار به لو سوبور ديالي. علاش جو بريبار؟ باش هكاك المسامات تاع الحطب تاعي يتغلقوا. دونك اون فوا يتغلقوا نقدر نحط الالوان تاعي اون كوش وحده تكفيني. دونك هنايا عندنا جيسو مونوكوش تاني بو اون سول كوش، وكاين دي جيسو نورمال ونقدر لازم نديرهم حتى دو كوش. دونك طوك يشرب معليش نزيد من دوزيام كوش. من بعد نجيب البابي افير نبونسي بيان لو سيغ لا سيرفاس تاعي حتى تولي ليس باش نقدر نحط بيان سيغ الالوان اكريليك ولا الوان وحدوخرين. دونك الجيسو تاعي حنستعملو هكذا ديريكتومون باش نوريلكم بلي الجيسو إلي تخي امبوغتون كاع لي سيبور. دونك لازم نحط هكذايا نحط اللون تاعي. عندكم الجيسو في الأبيض، عندكم جيسو في الأسود. دونك لي حاب دير أن سيبور نوار دونك جيسو نوار ديريكتومون. وعندكم ميم جيسو في امستردام لي جي ترانسبارون. علاش ترانسبارون؟ باسكو كاين دي فوا دي شاسي تاع تاع لا طوال دو جوت دونك وتاع لو لان هادو مش حاب نحي لهم لو ستيل تاعهم كيما الحطب. نحب نخليه لي في بوا ناتورال. ندير جيسو ترانسبارون باش يبان لي لو بوا لي من تحت الحطب دونك لي في بوا. دونك هنايا انا استعملت الجيسو تاعي نخليه ينشف امتي مومون. دونك على بالكم جيسو ينشف تمتم اي ميم ولا ما نشفليش نحكم لو سيشوار كي يكون هكا مزروبه نشف بالساش شوفو. دونك نديرو بارتو ميم في لي كوتي وكاع. انا حنديرو غير هنا. من بعد لو سيشاج تاع لو جيسو نجي ناخد نحط داخل ما نحط الالوان تاعي مولوتو. حنستعمل لا كولور هذه موتارد عجبتني بزاف. دونك راهي فريمون طوندونس انا في داري بور لو مومون. دونك راح ندير دون لو جون دونك لو جون ندير لسبري ديريكتومون من فوق لو جيسو. نتوما تاني تحافظوا على المرآة تاعكم ديروا لها توجور ان تي بابي هكذا وبلو سبري راح يروح دون لي تو لي بيتي روكوان. دونك ما تقلقوش يروح باختو بلو سبري. اون فوا فيني نبدا ندير الرشام تاعي. هنايا نحكم الرشام دونك الرشمه تاعي هذه هي لو ديسان. الوغ تحكموا النص تاع الرشام كيما راهو هنا هكذا بالبابي بابي بابي ترانسبارون شفاف ورق شفاف. هذا نقدر ندير لي ديسان تاعي نحكم غير نصها من بعد نزيد نرشم جهه واحده اخرى ويخرج لي هكذا. دونك تجيني لا سيميتري هذه اللي حاجه مليحه في الورق الشفاف باش يخرج لك ان ديسان فريمون سيميتريك. دونك من بعدها نجي نحط لو ديسان تاعي هكذا على هذه الطريقه. نتوما دو بريفيرونس شفتوا القلم دو بريفيرونس نغاردي جو غارد هاد لا كولور تاع القلم خير باش يجيكم بروبر. باسكو كان نستعمل الالوان النوار كيما استعملته انا وزربت شويه باش نخدم به يخرج لكم نوار ويخمج لكم سورتو لي كولور كلير كيما الصفر. سي فريمون امبورطون واحد يخدم غير بالقلم باسكو سينو يتخمج لكم كاع. معليش ميم ولا تخمج شويه بالبابي كاربون ميهمش خليه ينشف مليح لمده ساعه ولا ساعتين. من بعد نحكم السبخي بشويه قطن نمسح كاع الزياده كامل تاع البابي كاربون من فوق لو ديسان تاعي اي سا دوفيندرا بروبر. اون فوا فيني راكو تلاحظوا بلي هنايا رشمت ورشمت شفتوا لو نوار كيفاش يبان. ما تخافوش هكذايا من بعد نمسحو انا كي ينشف. دونك هنايا نبدا نحط بيان سور لو مودلينغ باست هذا. دونك نغلق لو جيسو نحكم مودلينغ باست. علاش مودلينغ باست؟ راح تخلي لي مودلينغ باست سي اون بات اون غولييف. انا حابه نخدم هذا لو ديسان تاعي بصح اون غولييف. دونك هنا راح نبدا بالمودلينغ باست ديريكتومون بالبانسو بانسو فا كيما راهو هكا. نحكم كوم عارفين نخدمو بال توجور نخدمو بالكوتو بلا حاجه بلي زيباس. هاد المره نروحو في حاجه رقيقه نقدر نستعمل مام اون بيتيت سورينغ لا سورينغ رقيقه ونخدم بها. دونك هنا نجي ونحط الجيسو تاع باردون مودلينغ باس تاعي هكذا اون ايبيسور ونتبع بيان سور لو موديل اللي راهو من التحت. دونك الرشمه تاعي نتبع حساب لو ديسان نحط لو جيسو باردون نحط المودلينغ باس. اتونسيون مودلينغ باس ما تغلطوش مودلينغ باس جيسو هو الاول والمودلينغ باس باش ندير لي ديسان تاعي اون غولييف هكذا على هذه الطريقه. راح نتبع كامل لو ديسان تاعي. دونك هذاك لو نوار دو توت لي فاسون ماش حيظهر راح نخبيه كامل بالمودلينغ باس. واش بيا بالجيسو هذا جيسو باش نبدا به المودلينغ باس اللي نخدم به لي غولييف. دونك مودلينغ باس نحطو اون ايبيسور تشوفو
نحين جو غار توجور لا بويت تاع البانسو تاعي ونعمر علاش راني حابه الديسان تاعي يخرج غريف ما يجيش بلا. الوغ هنا على هنايا لازم نخلي المودينغ باس باغ كونتر نعطيلو مده لو سيشارج تاع 24 ساعه باش يقدر ينشف في قلب ديالو. الوغ نتوما في الدار تقدروا تحكموا المودينغ باس تاعي وندير له لون المودينغ باس يقدر يتخلط بالالوان اكريليك. دونك جو في ان تي ميلونج باللون اكريليك ونحطو على جهه. ولا تحبوا ديروا كيما درت انايا تخلوه ينشف لمده 24 ساعه. انا من بعد جو في سيشي بالسيشارج في اكسيليري سيشارج ومن بعد هذيك نجي ونحط الالوان تاعي من فوق المودلينغ باس. دونك نقدر نستعمل الوان سيراميك الوان فيتراي ولا دلاكريليك انتوما والالوان اللي حبيتوها. دونك انا حنكمل هكا بالعقل بالعقل ونوريها لكم من بعد اوما نوريكم النص تاع لو ترافاي فيني. دونك فوالا الطريقه تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. اون ميم طون هذا الموتيف والموديل هذا نقدر نديرو سور دي كوفري دون دي كوف دون دي بلاتو دون دي تابلو بوركوا با سي لا مينياتور. دونك نقدر نستعملها اون غليف. ومرحبا بكم كيما موالف نقولكم ارواحوا ديروا معنا الورشات في كاع المحلات تكنو لي بوين فون تكنو كامل عندهم ورشات الداخل مجانيه. يعطيك الصحة ميرسي بوكو ولكن ريحة الباذنجان أنا حكمتني برد دايخ. هاي حكمتني شوف برد دايخ يا شاف بلاقي الريحة برك الريحة الريحة والحس رانا شوف أني خلوي عادية إبا ميرسي بوكو يعطيك الصحة. الله يسلمك. أنا نرقد نرقد في الفلين ونوض ندير هكذا بيبيو سي 130 درجة تعب خير صار عليك اليوم انت وتلفت لك هذيك الساعة أمال بعدية لا روبريك فن وإبداع اللي تعلموا منها ديزاستيوس ولا بالك حفايس كيفاش تبداوا المشروع ديالكم ولا بالك عندهم عندكم شوية وقت راكم حابين تجوزوا ولا تقعدوا تشوفوا غير في التلفزيون روحوا بريكوليو شوية اكزاكت اكتيفيتي فوالا خير ما تقعدوا وتشدوا لي زيكرون تاعكم. عاد كنت حابة نسقسي أمال كيفاش تقدر تشد السيريو في ظل التشوش التشوش اللي كان صار حكمت سيريو شتوا لا لا ما نقدرلكش انايا والفت والفت كونت اون دي زيلاف و شا يوتيوب بصح حتى تقعد كونسونتري هنا بصح راني نسمع كلش انا سي مون ديفو بروفيسيونيل جونتو بصح ما نقدرش جو بو با رياجير معليش معليش ربي يعاونك ان شاء الله ربي يعاونك بصحتكم هذيك صاحبه كانت هذه هي مشاهدينا الكرام لا فان تاع لا دوزيام بارتي تاعنا اللي كانوا حاضرين معنا امال يعني في فن وابداع نتلاقاو بهم بعد ان شاء الله باش نزيدو نشوفو وين راهي لاحقا بيبيوتي مع ميمي الشاف راهو يوجد في روحه وإلهام. حنا نروحو فاصل نروحو فاصل ونعاودو نتلاقاو مع لافيتي تاعنا تاع لاتخوازيام بارتي. سبحان الله. عودة لكم مشاهدينا في آخر فقرة من برنامج المورنينغ واللي توجور يكون معنا أنا فيتي اللي عنده بالك محتوى اللي عنده موهبة ولا حتى مشروع مش يقدر يكون مشروع فوالا مشروع مش بيك نسيتي مشاريع والله العظيم تال ما بدرنا حتى مشروع هذا فوالا هاد لابارتي اللي نستقبلوا فيها دي زانفيتي وحضر معنا اليوم سامي يعني سي ان كرياتور دو كونتوني دونك صانع محتوى في الرياضة اللي حنتعرفوا عليه اليوم. هذا سامي يعني هو جزائري بصح مغترب يعني عايش لهيكا وعاش لهيكا دونك اليوم رانا رايحين نهضروا شويه فرونسي يا جماعة الخير باسكو يفهم مي ما يفهمش كلش اون ميم طون باش نحطوه ثاني الاز ونعرفوا المحتوى تاعو. دونك سامي بونجور صباح الخير اي مرحبا بك. صحه صافا صافا الحمد لله. باب باش نفهموا برك بلي نوادر هادو ما عندهم حكايه دونك لازم اون دو كومونسي ديجا باغ كونتي ليستوار دي لونات. اه سا مارش الوغ اون فيت اللي ديجا اسمح لي نتعلم دارجة حبيبي ما نقدر لك نفهم شويه نقدر شويه ما بصح فماذا بيا نحضر روميه ايبا ميتواليز ميتواليز Du coup, les lunettes, en fait, sur les réseaux sociaux, j'aime pas trop m'afficher pour rester un peu discret. Et c'est des lunettes qui étaient dans un tiroir dans la chambre de mon père depuis très longtemps. Et puis, quand j'ai commencé à faire les vidéos, je les ai mises, je me suis dit, ça passe bien. Et j'ai continué avec ces lunettes-là, façon John Lennon, les Beatles. Et en même temps, façon Atman Ariwat, parce qu'on a un artiste qui avait, un acteur qui avait des lunettes pareilles dans un des films. Atman Ariwat, en plus,
C'est une personne, c'est une icône algérienne. Voilà, parfait. Yalla, on va parler maintenant de du contenu. Donc ça n'a محتوى اللي يخدم يعني في رياضه beaucoup plus. Donc on va parler du Fenec de Wall Street. Déjà, on parle de TikTok. Tu fais des vidéos, donc c'est quoi le genre de vidéo que tu mets sur TikTok et pourquoi tu as commencé sur TikTok aussi? Alors j'ai commencé sur TikTok en fait à la base quand je suis venu, je suis arrivé, ça fait 4 mois maintenant que je suis installé sur Alger pour faire différentes choses, entreprendre. D'accord. Et à la base je venais juste pour montrer un peu le quotidien, voilà, quelqu'un qui vient en Algérie, qui s'installe pour avancer. Et un jour, j'ai un ami, il me dit, c'était un vendredi après-midi, je faisais pas grand-chose, et il me dit, c'est un supporter du NAD. Il y a le NAD Milha qui joue contre le MOC au 20 août. Il me dit, va faire un tour. Je fais, ok, bon, j'y vais, j'aime le foot, j'y vais. Et je commence à faire des vidéos dans le stade, il y a de l'ambiance, je m'attendais pas à autant d'ambiance pour un club qui est, même si c'est un grand club, mais aujourd'hui, le club est en Ligue 2. Et puis, je vois que ça prend, je mets ça sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok. C'est là que ça a commencé vraiment le contenu football. Et j'ai vu que la visibilité, elle a vraiment explosé, elle est vraiment montée en flèche. Donc avant en France, t'as pas fait ça? Non, c'est vraiment... Donc c'est en Algérie. En France, moi j'ai travaillé dans le milieu du football. Ouais. Je suis venu aussi ici pour continuer dans ce chemin. Mais les vidéos football, c'est le contenu, il est spécialement algérien. Spécialement algérien. Donc c'est vraiment récemment ce genre de création de contenu. C'est la première vidéo, elle doit dater d'il y a 2 mois, même pas. Bah, super. C'est tout récent. Exactement. Et en même temps, je vois donc je suis les vidéos, on a vu les dernières, même la qualité, on a vu les matchs, il y a les réseaux sociaux, mais ils ont une qualité meilleure. On a vu les drones dans les stades, on a vu حاجه كنا نشوفوها في البين سبور كنا نشوفوها في لي ماتش تاع تشامبيونز ليغ ولكن ما نشوفوهاش في الجزائر اي ادينا واحد الطبيعه بالك بكري انه في لي ستاد يهضروا نيمبورت كوا كدا ادينا واحد التيكي هكدا بوندون اون بون بيريود ولكن اليوم الحمد لله رانا نشوفوا بلي كاين دي جون واعيين اللي هم يروحوا للستاد سي فري كاين منهم العيانين مي كاين بزاف منهم اللي ملاح فوالا ما نشوفوش غير هذيك بالك لا كاتيجوري اللي تخسرها على كامل الناس وانا نشوفوا ثاني امبيونس يعني فريمون اكسترودينير داخل الستاد يلا نروحوا نشوفوا لي فيديو تاع Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Sami Sam, le Fenec de Wall Street. Nouveau projet, nouvelle vidéo. Comme vous vous en doutez, le projet va m'amener de l'autre côté de la Méditerranée, excusez-moi, en Algérie. Maintenant, cette page n'est pas que pour les Algériens. Si tu aimes également le football, l'entrepreneuriat, la prise de risque, la découverte, n'hésite pas à me suivre. L'une des ambiances les plus chaudes au monde, le derby d'Alger, le derby de la Casbah qui oppose le Mouloudia face à l'USMA, c'est dans quelques jours au stade du 5 juillet. Et actuellement, les supporters préparent vraiment ce rendez-vous aux quatre coins de leur quartier, principalement Bolorine, Bab El Oued, la Casbah et le centre-ville, les quartiers où on retrouve le plus justement les supporters du Mouloudia et de l'USMA. En tout cas, c'est vraiment sympa de voir autant de couleurs, autant de festivités et autant d'attentes derrière ce grand rendez-vous du football algérien, du football, on va dire, de la capitale, du football algérois. Alors, la meilleure sélection de l'histoire du football algérien, ce serait laquelle? Celle de 82, qui participe pour la première fois à une Coupe du Monde équipe à l'Allemagne. Celle de 90, qui remporte sa première Coupe d'Afrique. Celle de 2014, qui passe pour la première fois à la phase de poule d'une Coupe du Monde. Et quel match face à l'Allemagne en 8e? Ou celle de 2019, qui remporte pour la deuxième fois le titre africain? Et de quelle façon? Pour moi, aucune d'entre elles. Celle de 2008-2009 plus précisément, celle-là, c'était une équipe de ouf. Remarque, je pense que c'était toutes des équipes de ouf pour avoir fait ce qu'elles ont fait. Mais celle de 2008-2009, il y avait un truc en plus, il y avait un charme, l'équipe nationale. On va jouer un jeu, le jeu des devinettes. On va tester votre QI football. C'est parti. C'est quoi le concept? Je vous annonce des clubs, vous devez me trouver le joueur. C'est parti cette fois. J'ai oublié, non, Constantine, GSK. Ensuite, il part en France, Ajaccio. Valenciennes, Strasbourg, Troyes, il revient en Algérie, l'USMA, Constantine, Oran, Constantine et une ville dont j'ai toujours du mal à prononcer le nom, Al-Alma. El-Alma. Je ne sais pas comment on prononce, j'espère que je l'ai bien prononcé, plus ou moins, c'est pas grave. Alors qui c'est? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. comment elle s'appelle? La ville? Ouais. Al-Alma. J'ai toujours du mal à la prononcer. L'Alma, quoi. Comme ça, j'aurais appris. Après, donne-nous un joueur de l'Alma. Ah, la vérité, c'est compliqué. c'est parti pour toi, cette fois. Ah ouais, un ancien, du coup, c'est lui que j'ai fait deviner. Yacine Bezaz, l'ancien joueur de l'équipe nationale. Exactement. Donc là, on parle d'un contenu qui a à peu près, il y a des quiz dans le foot.
C'est ça, il y a un peu de tout. Il y a en un fait. Peu tout. Principalement, c'est des insides dans les stades algériens. Ouais. Donc, principalement, j'ai fait la capitale, parce que je n'ai pas encore bougé. Donc, j'ai fait le Mouloudia, l'Usmal, CRB, Kharach, Ned, Kouba, principalement. Mm-hmm. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment d'être en immersion dans l'ambiance et montrer à ceux qui sont fans de football ce que c'est vraiment l'ambiance dans le stade. Dans le stade, exact. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller au stade ou même ceux qui, les Algériens qui sont à l'étranger. Ou des étrangers qui ne sont pas algériens, qui aiment le foot et qui découvrent du coup l'Algérie à travers le football. Et c'est comme ça qu'on fait la promotion, même si on parle de la championnat algérienne, Ligue 1, Ligue 2. C'est comme ça qu'on fait une promotion pour que les autres vont nous suivre et être attachés à ces matchs-là. Parce qu'on a l'habitude de mettre des images, que des images négatives, que des... Et après, surtout partout... les stades algériens. Bah oui. Et là, si on parle du foot... on parle du monde entier. Il y a toujours des gens qui cassent, qui s'embrouillent, il y a de la bagarre. En Angleterre, il y en a. En France, il y en a. Mais nous, en Algérie, on aime bien ouvrir les portes et allumer la lumière sur ce genre de situation. Mais bon, fais à khair. Sinon. Sami, je voulais juste te poser une question à propos de le nom que tu utilises, le Fennec de Wall Street. En fait, c'est quoi cette combinaison? L'origine. Oui, l'origine. En fait, c'était avant de venir. J'étais avec un ami, c'était en France. Il voulait aller voir le maire adjoint donc, d'une mairie que je connaissais de vue. D'accord. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai un tempérament, je suis commercial à la base, donc j'y vais, je fonce. Et je lui ai dit, viens, on va en bas de l'Amérique, on le repère, on fonce, on va le voir, enfin tu vas le voir. Oh, et lui, il hésitait, il avait un peu peur, etc. Et pendant qu'on l'attendait, je lui ai dit, aide-moi à trouver un nom pour le compte TikTok, et je suis aussi sur Instagram. Il faut que je trouve un nom stylé. Original. Je pars aussi. Bientôt en Algérie, c'était peut-être en novembre ou en octobre. Mm-hmm. Et, et du coup, on cherche. Bon bref, entre-temps, il y a le maire adjoint qui arrive, il y va, il était stressé, il parle, etc. Ouais. Et quelques temps après, on se pose, on discute. Il me dit, Samy, toi, t'es un loup, dans le sens tu fonces, mais dans le bon sens du terme. Ouais. J'hésite pas, quand il y a une opportunité, il faut y aller. Et en même temps, on parlait du film Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Ouais, d'accord. Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Et quand il me dit, ah, t'es un loup, je dis, non, moi, je suis un Fennec. Et là, il me regarde, il avait trouvé l'idée du siècle. Il me dit, ah, le Fennec de Wall Street. Voilà, donc c'est bon, je prends. C'est algérien. Exactement. Et c'est une belle histoire en plus. Oui. Voilà. Alors, quel club tu supportes en Algérie? Spécialement de club. Bon, moi, je viens de la Wilaya de Bijaya. D'accord, là, on va dire, depuis que je suis petit, je suis à Bijaya, donc on va dire par attachement à la ville, on va dire Bijaya, mais je n'ai pas vraiment un club en particulier. Je suis pour tous les clubs algériens, pour la réussite de tous les clubs, quel que soit le club algérien qui sera en Coupe d'Afrique, je lui souhaiterais d'aller le plus loin, que ce soit le Mouloudia, l'Usmal, CRB, qui que ce soit, Constantine. Inch'Allah. En parlant des clubs algériens, tu as dit tout à l'heure que tu as fait la tournée juste ici à Alger. Mm-hmm. Donc, je vais te poser une question à propos peut-être du meilleur match que tu as assisté ou bien du meilleur public. C'est difficile, mais bon. Alors, le match le plus spectaculaire, c'était Mouloudia Chleuf. Mm-hmm. Il y a eu 6-3 avec une remontée du Mouloudia. Et l'ambiance, j'ai envie de dire qu'elles sont toutes hallucinantes, mais à leur niveau. Parce que j'ai fait des matchs en Ligue 2 où il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a énormément d'ambiance. Quand je vais voir le Mouloudia, forcément, l'ambiance, elle est hallucinante parce que c'est le 5 juillet, il y a, 50 000 personnes. Ouais. Et j'ai fait aussi l'USMA CRB. C'était une très belle ambiance. C'est peut-être la plus belle que j'ai faite parce que, en fait, le stade, il était vraiment coupé en deux. Il y avait le CRB et l'USMA. Mouloudia Chleuf, il y avait que... Enfin, ils étaient là, les supporters de Chleuf, mais c'était surtout le Mouloudia qui mettait l'ambiance. Ouais. Et CRB et USMA, c'était un échange. J'étais au milieu. Et c'est... En plus, je pensais... T'étais un arbitre de tennis, donc t'étais comme ça. Voilà, c'est ce que je dis dans une vidéo que je fais. Je dis, je regardais pas le match, je regardais les tribunes. En plus, c'était à Mandela, donc ça veut dire à Baraki. Donc il y a une caisse de résonance dans le stade. Ouais. Parce que le stade, il est fermé avec un toit. Mm-hmm. Et je suis parti avec deux amis qui n'ont pas l'habitude de voir des matchs. Qui se sont installés aussi. Ils viennent de France. Il y en a un d'ailleurs qui est français converti qui s'est installé ici. Ah, d'accord. Et il y a Fodil qui est venu avec, avec sa famille. Ils n'ont pas l'habitude d'aller dans les stades. Stade, Et ils m'ont dit c'est la première fois qu'ils voyaient une ambiance aussi folle. Bah, super. Et personnellement, j'ai bougé aussi un peu. J'ai fait des ambiances en Amérique du Sud, en Europe, des grosses ambiances.
J'ai jamais vu des ambiances comme en Algérie. Après, est-ce que tu fais des sondages avec les gens, tu parles aux gens, les supporters, est-ce que tu mets... Ça, pas encore, mais je vais le faire. C'est mais un c'est un truc sympa. C'est un projet, parce qu'en gros, l'idée, c'est aussi d'interviewer les... certains supporters, ouais. Mais pas forcément dans les stades ou dans... pour le match. C'est... J'ai envie de les interviewer pour qu'ils me racontent l'histoire de leur club, ouais. Leur attachement au club, vraiment des histoires, des anecdotes de supporters. Parfait. Ça, j'ai pas encore commencé, mais ça va démarrer bientôt, Inch'Allah. Parfait. Sinon, كاين واحد الحاجة اللي حبيت نهضر عليها par exemple la préparation par exemple de la finale Mouloudia CRB exactement donc MCA. Est-ce que en France ou dans le monde il y a toujours tu vois des préparations comme ça? J'ai vu la vidéo qu'on a partagée, il y avait des drapeaux partout, des tifos et tout. Est-ce que ça se prépare comme ça par exemple en France, une finale? Non, franchement non. De toute façon, l'Algérie en termes d'ambiance, on ne peut pas comparer à la France, ou il faut comparer ça à l'Argentine, à la Turquie, à la Grèce. Ouais. Des pays qui sont très réputés pour les grosses, grosses ambiances. Mm-hmm. Les grosses ambiances ne sont pas forcément en Europe, il y en a, mais ce n'est pas forcément pour ça que le football européen il est réputé. Par exemple, moi j'ai fait le derby d'Athènes en Grèce, c'est Olympiakos Panathinaikos, c'est les deux plus gros clubs grecs. Ouais. Et le jour du match, je me souviens, je ne voyais pas spécialement des banderoles, etc. Et ce que je vois actuellement à Alger pour la finale de la Coupe, mais aussi le derby de demain entre le Mouloudia et le Zouk, moi j'ai jamais vu ça ailleurs. On dirait que la ville, elle est habillée. Exactement. Elle est prête. Voilà. Et truc bien, et je le vois souvent, il y a un tifo de Mouloudia. Après, juste après, il y a un truc de CRB. Voilà. Juste après, Mouloudia. Donc c'est ça. Donc c'est un truc vraiment, tu vois que c'est le même quartier, les mêmes personnes qui aiment des différents clubs. Et c'est un truc vraiment important pour nous parce qu'on voit que le foot, même s'il y a des défauts quelque part, mais on est en train d'avancer sur beaucoup de plans et on donne une bonne image peut-être aux autres. Et c'est grâce à vous, grâce aux influenceurs, créateurs de contenu qui nous viennent de France ou n'importe quel pays, qui vont promouvoir ces images avec leurs amis et leur communauté. Surtout, oui. Exact. Donc, des projets. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que tu prépares quelque chose? Oui, non, bien sûr. Moi, je suis venu pour m'installer définitivement. Carrément, tu vas t'installer. Oui, c'est ça. Je suis là, ça fait 4 mois. D'accord. Donc là, je vais faire quand même des petits allers-retours. Tu vas apprendre l'arabe, c'est bon. Ah ouais, j'apprends c'est déjà. C'est l'occasion. Mais pour la... Il faut apprendre le A. Le A qui est important, le A. Et le ha, parce qu'il a dit le harrach, donc c'est clair. Mais petit à petit, après, les projets font que je n'ai pas le temps de vraiment apprendre, mais je vais me poser un moment, quelques mois, et je vais faire vraiment ça. Après, c'est quoi les projets que tu as déjà? Les projets, à la base, je ne suis pas venu pour les vidéos. Les vidéos, ça s'est fait ici. Oui. Mais du coup, moi, en France, j'ai travaillé dans le marketing sportif. Attends, parce que là, on est en train de faire passer à Emad. Emad, c'est le cadreur ici. D'accord. C'est Anus Smith. C'est Anus Smith, mais d'un... Ça va, Emad? Tu vas bien? Nous, on a des fans et on a des fous de foot. D'accord. Par exemple, comme Emad et comme aussi Islam. Romani, oui. Islam, oui. Romani, Islam, habibi, CRB. CRB. On a un derby ici. Voilà, le derby que j'ai fait, il est là. Exactement. Donc, pardon, on revient sur les projets. Oui. Du coup, ma spécialité, ma compétence, c'est le marketing sportif. Ouais. Donc, j'ai travaillé dans des clubs en France et donc sur le développement des revenus. Autre que les droits télé ou les subventions, etc. Donc, c'est-à-dire le sponsoring, la billetterie, les événements. Et donc j'aimerais bien travailler avec un club ici, ou la Inch'Allah. Ligue, ou la fédération, Inch'Allah, pour travailler ensemble et générer des revenus autres que ce que j'ai annoncé. Mais également accompagner des marques. On va pas les citer parce qu'on est à la télé, mais accompagner des marques dans leur stratégie de communication à travers le sport, plus particulièrement le football. Et si elles n'ont pas encore pensé à communiquer à travers le football, moi je les encourage parce qu'en Algérie, le football c'est bien plus qu'un sport. Oui. C'est lié à l'histoire, il y a une énorme ferveur et je ne vais pas dire que le football c'est comme un média, mais pas loin. C'est, aujourd'hui il y a la télé, il y a le cinéma, il y a la radio, il y a le football aussi pour... justement travailler son image de marque, sa notoriété. Et l'idée, c'est de me positionner entre un club, une fédération, une ligue, des marques et travailler ensemble. Et faire la liaison, exactement. Voilà, je voulais juste savoir, Samy, à propos de contenu que tu fais maintenant,
Au fait, est-ce que tu comptes développer le contenu ou bien tu vas rester dans ce style? Non, bonne question parce que j'avais oublié de parler de ça d'ailleurs. Mais non, l'objectif, d'ailleurs, je suis en recherche de sponsors. D'accord. Donc, toute personne qui regarde l'émission, qu'elle n'hésite pas à aller sur TikTok ou Instagram, c'est donc le fait. Vous voulez aller à manager officiel, Théo? Donc, je suis manager. Je négocie, je m'arrête. 90%. 90%, 10%. Voilà, voilà. C'est bon business. Voilà. Donc tu cherches des sponsors pour améliorer. Voilà donc tous ceux qui sont curieux, qui veulent regarder, donc c'est le Fennec de Wall Street. Chaque mot est espacé par un point, le Parfait. Point Fennec, point, D'accord. etc. Et donc, pourquoi je suis en recherche de sponsors? Déjà, d'une, il y a de la visibilité à aller chercher puisque je suis passé de 0 à 2500 followers en 4 mois, sans rien faire, juste en mettant les vidéos. Et j'ai fait la plus grosse vidéo a fait plus de 100 000 vues. D'accord. Donc ça commence. Voilà, ça commence. Il y a déjà une grosse base. Et donc l'idée en fait c'est de continuer le projet dans les autres wilayas. Mm-hmm. Donc au début de saison prochaine, Inch'Allah, je vais aller dans les autres wilayas et pas faire que les grosses villes, les gros clubs. Mm-hmm. Également aller à Dijel, à voir le Mobab Jaya, aller dans le désert. Il y a des clubs aussi qu'il faut aller voir. Mais l'idée c'est de sortir d'Algérie et de faire les plus grosses ambiances dans le monde, en Argentine, en Italie, en Turquie, et à voir si le projet il est faisable avec les marques Inch'Allah qui sont Inch'Allah. Sponsors, Inch'Allah. Mais de mettre le maillot d'un club algérien qui correspond aux couleurs. Un exemple, on a parlé de l'USMA, parce que notre ami supporter de l'USMA, si je vais à Milan AC, je vais mettre le maillot de l'USMA. Exactement, Et rendre fiers les supporters en fonction de leurs couleurs. Et l'idée, c'est de sortir un peu et de proposer des choses encore plus intéressantes. Inch'Allah. Et beaucoup de courage à toi. Donc, Nasser Habini Chofou, vous l'avez d'abord rapidement. Donc, Instagram et TikTok. C'est ça. C'est le Fennec de Wall Street. Malikoum Ghirt de Khroud Darbout Lando. Abonnez-vous, encouragez-vous la jeunesse, Jamaat Khair. Inch'Allah, fais Khair. Sinon, je te souhaite beaucoup de courage. Et on est là si tu as besoin de quoi que ce soit. À part l'argent. C'est à part l'argent. À part l'argent. Je peux t'encourager H24, moi. Il n'y a pas de souci. Bon courage à toi, Sam. Merci beaucoup. Peut-être qu'un message pour les gens qui te suivent déjà, ou des amis, ou des gens qui t'ont aidé, ils te laissent avancer. Voilà la caméra de l'ismiste. Bien sûr. déjà, merci à tous de me suivre sur les réseaux. J'espère que le contenu vous plaît. Inch'Allah, il y aura encore d'autres choses comme on l'a dit il y a quelques minutes. Et puis sinon, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis que je suis là. Un petit clin d'œil au réseau ABN que j'ai intégré il y a quelques mois, un réseau d'entreprise. Mmh. Et c'est là justement qu'un peu tout a commencé. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde sur Alger et de faire pas mal de connexions. Et ça m'a amené justement ici. Donc merci à tout le monde et merci à vous. Merci beaucoup, Sami. Sinon, on va aller rapidement. On va voir Amal, où est Amal, on va au stade. Ah, j'aimerais bien. Amal, allez imaginer Amal s'est porté. تقتلهم بسكات pourquoi pas يا درا alors Amal رايك ملت قريب تكمل لا ماتي تاع لو طراي تاعي دونك حنايا انا لازم تخلوه لمده 24 ساعه دو بريفيرونس من بعد حطوا الالوان تاعكم اسكي بيان في لا في الفيتراي سي كالي ترانسبارونت ونقدر نشوف ا ترافير الفيتراي هذا نشوف لي موفمون تاعي اللي درتهم بالمودلينغ باس دونك فوالا نتوما تكملوا هكا بلو سيرن نوار جيتو تراسي تاني جي سير un petit peu bleu cerne noir PVO. Une fois fini, bien sûr, on a un petit spray directement, le vernis Matoula vernis brillant. Voilà. Imaginez Amal Fstatif ou Bach Blufnagel. حكم الكيسان هكذا يا ودا ما دير لا انا كنت نقولها عاد كنت نقولها في لافينال تخدم حاجه دير لهم تيفو الام سي او ولا سي ار بي لي دو ما درتش انا شي مشاكل دوكا ما هذاك النهار ندير انا عفسه تاع سي ار بي انا بابا على غرب معليش لا 83 عام سي ان جوار تاع المولوديه با صافي بليزير بي حفظ ان شاء الله ميرسي بوكو امل هذاك الله يسلمك ربي يخليك اي با فوالا مشاهدينا الكرام لحقنا لا فان تاع ليميسيون تاعنا نروحوا قبل ما نروحوا للدار نروحوا ديريكت مول طاوله التقديم مع شكون مع الشيف ايمن بيان الريحه دايره حاله يلا فاصل ونواصل يلا عودة لكم مشاهدينا في لافان تاع ليميسيون تاعنا وفكرة انا قاعدين في طاولة التقديم سي كلي بلا تاع شيف ايمن راهم واجدين
ميرسي ايمن وعاود فكرنا برك جدا. نفكروا مشاهدينا الافاضل تاعنا اللي كانوا حاضرين معنا في هذه التصبيحه. اول طبق كان حاضر معنا اللي بخي عادل ما درش على فوالا. اول طبق راهو حاضر في المنيو تاعنا تاع نهار اليوم مسيو عادل. عندنا طبق مشكل فيه ماريني خضره صوتي شويه روز حاجه خفيفه اي سورتو بزاف ملاح لصحاب الريجيم. اما الطبق الثاني تاع نهار اليوم اللي هو سلطه راحت ديكونيكتيت. انا اللي نخمم شحال من ساندويتش يخرج لنا وشحال راهم هنايا وشحال حنبيعوا. صاحبي دوك يخرج الدراهم اللي حندخلوهم اليوم الافكار يوليو لك يخرج ديروا لي فريم من بعد هذا. صح انا داعي طولوا واسمو واسمو راح له اسمو ما راح له اسمو هذا ولا ريجي اسمو واسمو باذنجان باذنجان الباذنجان باذنجان. اما ترند تاع نهار اليوم اللي قلت لكم اللي هو شوكولا محشيه بالبيستاش حاجه جديده مليحه خفيفه ظريفه وزيت صيفيه وان بليس ريح مليح شوكولا صيغه استعملت نوعيه مليحه فوالا وي صيغه وين واحد يطيب وتشم الريحه هذيك كنتو كاتك صحه شاب ميرسي بوكو حاجه خفيفه وظريفه مليحه وين تلاقاو بك في لي بوست تاعك التواصل الاجتماعي دائما كالعاده والعوايت الانستغرام شاف ايمن الفيسبوك شاف ايمن السناب شاف ايمن وين تروحوا تلقاوني تقوى فلي معي تقوى من في امسان بكري اللي حاب يكون في امسان يلقاه هذه هذيك الصحه شيخ ايمن ميرسي بوكو هذيك الصحه الهام اللي كنت معنا فيها تصبيحه ثاني ميرسي بوكو انتم كامل اللي تبعتونا وقعدتوا معنا وجوزتوا معنا ايميسيون كما لازم الحال غاستي برونشي برامج سامي تي في مازال متواصلة معكم الهام ايبا ميرسي عادل وميرسي ايمن وميرسي الكامل ليكيب اللي قايمه على هذا البرنامج نقول لكم انتم برامج سميره كما قال عبد المجيد متواصله ونقول لكم باي باي